بسم الله الرحمن الرحيم. دونك شكرا انتخابات تنظن حضرتوا لها شتو التصويت يعني بالاغلبيه المطلقه دونك راه هي تعبر عن نفسها. سميتو بالنسبه للتحديات سؤال ديال الاخ، هناك تحديات كثيره تنتظرنا يعني ينتظرنا عمل ان شاء الله جاد، ونحن يعني قد المسؤوليه يعني بالمعاونه ديال هذا الفريق اللي داير بيا وهذا المجلس ان شاء الله سنشتغل ان شاء الله كما اكدت سابقا فهمتني يعني لرفع هذه التحديات ان شاء الله، وسنطرق كل الابواب لجلب يعني الخير والاستثمارات لهذه المنطقة إن شاء الله، خصوصا وأن يعني مشروع تصميم تهيئة يعني يلاه مر. دونك باقي تنتظرنا واحد المرحلة اللي هي أساسية من مشروع وهي يعني اللجنة المركزية اللي من خلال ديالها إن شاء الله سنحاول يعني قدر المستطاع أن الدفاع على واحد العدد ديال الملاحظات يعني لا هي ديال الساكنة ولا ديال 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 المجلس ان شاء الله، باش تكون يعني ان شاء الله واحد العداله عقاريه ويعني عداله يعني مجاليه في هذا التصميم. كنشكر مره اخرى يعني الساكنه، لحقاش الساكنه هي اللي حطتنا احنا هنا وهذا الفريق، يعني الساكنه هي اللي صوتت علينا. اليوم رجعنا للمسؤوليه وان شاء الله غنصنتوا لهذه الساكنه مزيان ان شاء الله وغنلبيوا يعني الطلبات ديالها ان شاء الله. بالفعل هناك عدد من التحديات وعلى راسهم يعني المشكل ديال الانقطاع المتكرر ديال الكهرباء، ولا شتي التدخلات ديالي السابقة ولا لكل الكتابات ديالي من كنت رئيس كتصب في هذا الشيء. هناك أخطاء ارتكبت في المجالس السابقة، يعني دار واحد خاصة بالنسبة للكهرباء، هو ربطوا يعني الكهرباء الربط ديال الكهرباء يعني بوجود رخصة، وانت كتشوف لا علاقة يعني لتصميم التهيئة مع الكهرباء. حنا كنزورو كنشوفوا مناطق جبلية وعندهم الكهرباء، تصميم التهيئة عنده علاقة يعني بالبناء وتنظيم البناء، ولكن الكهرباء هي مادة حيوية اللي كيحتاجها كل مواطن، وإن شاء الله سنعمل مع السلطات المحلية وخاصة السيد العام المشكور على إن شاء الله نثبتوا باش نربطوا ونوصلوا يعني ما يستحقوا الناس بهذه العدادات يعني ديال الكهرباء. وهناك مشاكل أخرى إن شاء الله وتحديات أخرى، خلينا نبداو إن شاء الله دوز واحد الفترة وتعالوا عندنا ونعطيكم شنو عندنا وشنو غنبداو حنا اليوم يلا سميتو. أما بالنسبة للعرس ممكن تخرج تسول المواطنين ويعبروا لكم على الآراء ديالهم بخصوص هذا المجلس. شكرا. المجلس السابق اللي كنت يعني كنشرف بالرئاسة ديالو قمنا بواحد العدد ديال المشاريع وخاصة البنية التحتية، وتقينا واحد العدد ديال 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 الأبواب واستفدنا، واليوم سنعملوا يعني سنواصلوا يعني الدرب إن شاء الله فيما يخص سميتو يعني البنية التحتية، وخاصة اليوم إن شاء الله غتكون عندنا ورقة ديال التعمير ديال التمتية اللي يعني اللي هي يعني واحد الوثيقة يعني الأساسية باش يمكن إن شاء الله نساهموا في البنية التحتية إن شاء الله لصالح هاد المنطقة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.